ديالي 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 قدام قدام الدار الشمس على كل شيء الشمس عليا الشمس عليا برد عليا الشمس كانت يدوز عليا من الباب لا كيف كتشوف دابا الباب لا والو ايوا كنطلب من المسؤولين والله ان شاء الله قرب لك عطاك الميكرو مشاهدي قناه شوف تي في. اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. السيده اللي معنا في الصوره كتعيش ماساه هي وليداتها من بعد تحكم لهم بالافراغ تسردوا في الشارع حدين خيمة قدام باب الدار كيعيشوا واحد العذاب واحد القهر. بغاو اللي يعاونوا بغات اللي يعاونها هي وليداتها. وليداتها غير مرضوا عليهم الشمس عليهم الشتا. كنعرفوا الصهد اللي كاين الان في مدينه الدار البيضاء يعني كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تيفي انهم من بعد ما تحكموا الافراغ شحال تقريبا هذه شهرين هما عايشين هنا في الزنقه عايشين دايرين واحد الخيمه قدام باب الدار كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تيفي على المباشر. خليكم مع السيده تحاول تقربنا كيفاش توقع ليها وامتى خرجات وكيفاش كتعيش المعاناه هي وليداتها في الزنقه. انا كان عندي واحد السيده 17 عام دابا ملي ماتت السيده جاو دابا الوراثه كل مره كيجينا واحد. كنا كنخلصوا كنا المرحومه الله يرحمها ملي ماتت المرحومه بقات كتجي عندنا بنتها كتخلص جات عندنا وحده عمرها ما جات عندنا قالت لا خلصوني ولا انا باغي نبيع عطاني 17 مليون ودخلوا الدار سد ليا على الحوايج على البوطة على كل شيء سد ليا دابا حوايجك كل شيء كاين الداخل كل شيء داخل كل شيء سادين على حوايجك حوايج وليداتك كل شيء الداخل ايوا حنا راه جالسين قدام الجزائر. 17 عام كنتي كتخلصي كراك نورمال عادي كان طاحت علينا طاح علينا السقف صايبناه صلحناه دابا خاسرين على ناس صلحناها وداك الشيء ايوا دابا تتشوف بنتي هانتي تشوف هاد الحاله 17 عام نقولوا ديال الكرام مشات في لحظه واخا امتى جات عندك من بعد ما مات المرحومه جات الوارثه قالت لكم خرجوا لي من الدار جاوا بقات يهدونا تيشيروا علينا بالحجار هذه ايوا في الاخر مشاو دعوا راجلي اللي ما كاينش متيعيش معايا دعوا بداو ليا الافراغ جاوا خرجوني حطوني عند الباب وسدوا بدلوا الساروت حويجاتك لداخل كلشي لداخل كيفاش كتعيشي انت وليداتك يوميا في هاد الخيمة هادي؟ وليداتك شحال عندهم من عام؟ عندي بنية زيد في 2003 عندي بنية دابا زيد في لخر في 2008 عندي وليد عنده 10 سنين وبنية هي تشوف وليداتك باقيين صغار كيفاش كتعيشي معاهم؟ كيفاش يعني عايزة بوحدك انت وليداتك الراجل ما كاينش وكنعرفوا الزنقة والمخاطر ديال الزنقة كنطلب من المسؤولين يشوفوا هاد الشيء ايوا والله نصار سيدنا. عاوني الحياة ديالك اليومية ملي كتفيقي الصباح والزنقة كنعرفو الليل شنو كيطرا لك بالليل. ايوا شنو ندير؟ ندير رجعنا في الله ما ندير هادشي بلا. حمدنا الله وشكرناه. عمر وقع لكم الحمد لله شي حاجة هنا في الزنقة؟ تيعاقبونا الناس عمرهم ما جاتنا شي واحد. وليداتك شنو كيقول؟ راه مرضو شنو يقولو مرضو. ولي باش راه مرضى ولا تعقد كنشوفك لا معنا والدموع في عينيك تمشي القدمة في الديوار تمشي القدمة تجي عند الدراري كتقولي معلاش جالسين تتجلس هنا ما بغاتش تخلي ما جلس تجي تهدد ولادي وكلشي كتجي عند ولادك صغار شنو تقول لا كتجي تهدد هما كتعيط فين بغاتكم تمشي؟ بغاتكم متبقاوش مستعمرين هنا سيرو كري ولا قلبوا على شي بلاصة سيرو لهي قالتك بغات تكري بغات تبيع هي ما بغاتش تبقى بنادم يفلس على البيع. حاولتوا تتواصلوا معها تواصلوا شي حل ودي انكم تدخلوا للدار؟ الناس طلبوها وداك الشيء ما قالتك بغات وجابوا لنا حتى ورقة الافراغ ما جابوا لنا حتى ورقة لا ورقة لا والو جاو فرقعوا القفولة وداك الشيء ودخلوا بقى كلشي لداخل حيت شكون كان بقى لداخل كلشي لداخل الثلاجة خدامة البوطة كلشي حنا دايرين بوطة صغيرة دابا هي اللي كنطيبها باقي لحد الآن كلشي لداخل كلشي لداخل شنو كطالبي دابا انتي شنو باغي؟ هو الحل اللي داروه معانا حنا مستعدين باش ترجع لدارك؟
واللي بغاو يديروا حنا قالوا لك الدار عمركم ما ترجعوا لها. مشاو طلبوا من الناس قال لهم لا انتم ما بقاوش، الا بقات فيكم ديوها عندكم. مشاو طلبوا من الناس الجيران وكل شيء. بغيتي ترجع لدارك ولا بغيتي شي حل اخر من الناس؟ بغيتي يدخلونا ولا يديروا معنا شي حل حوايجنا لداخل وكل شيء لداخل. شنو اخر، شنو الحل الاخر اللي بغيتي يدير؟ والله ما عرفت انا الحل كي داير. ما كرهتش تجمعي شي وليداتك في دويره وحده؟ ما كرهتش ندخل نجمع وليداتي، ولا بغاو داك الشيء اللي بغاو نديروه معنا. بغاو الكرا نخلصوه ليهم، بغاو البيع. انا ما عنديش 17 مليون باش نعطيهم. طيب وك 17 مليون؟ قال لك 17 مليون. كيجوني انا ولا يجوني ولاد بنتها ولا يجوني الورثة، اي واحد دار كيجي. تبغي دير رقم هاتف ديالك الناس المحسنين اللي كانوا كيشاهدوا في هذا المباشر يشاونوا معاه؟ فاطمة الزهر، فاطمة الزهر اجي عطى شوفي فاطمة الزهر اجي عطى الحكم. ما عرفكش عطينا رقم هاتف. 06 03 03 60 47 55 06 03 60 47 55. هذا هو رقم هاتف مشاهدي قناة شوف تيفي. الناس اللي بغاو يتواصلوا مع هذه السيدة على ربعة الوليدات عايشين غير في خيمة كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي قدام الدار اللي تحكم لهم بالإفراط. داروا هذه الخيمة قدام الدار كيعيشوا فيها هي وليداتها. نتمنى منكم انكم تواصلوا معها وتحاولوا تدعموها ماديا ومعنويا. محتاجه شكلنا زوينه، محتاجه اللي يعاونها. حتى هنا مشاهدينا كنوصلوا لهذا المباشر. نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. الى اللقاء.